سوريا تقرر وضع الأسلحة الكيماوية تحت الوصاية الدولية، والمعارضة تصف موقف دمشق بالخدعة. وفي الحصاد تتابعون أضرحة الأولياء الصالحين في الجزائر بين الخرافة والحقيقة. تلكم العناوين وهذه التفاصيل، أهلا بكم. بداية الحصاد بمخلفات سوء الأحوال الجوية والأمطار التي تهاطلت على المناطق الشمالية للوطن خاصة الغربية. تسببت التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي تهاطلت على ولاية وهران خلال ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين في تضرر العديد من المباني والمساكن القديمة، كما شلت حركة المرور عبر بعض المحاور الطرقية الكبرى. وقد أحصت مصالح الحماية المدنية عددا كبيرا من التدخلات، تقول لا سيما مع ارتفاع منسوب المياه إلى أزيد من متر في بعض الأحياء كحي الصباح البركي وبتلانك بعدما غمرت أقليتها مياه الأمطار. كما شهدت المناطق الفوضوية والأحياء العتيقة عدة انهيارات جزئية للمباني، كما وقع بالحاسي روشي وبأحياء الحمري ومديوني وسيد الهواري. ودائما مع مخلفات الأمطار، تدخلت خلال فترة ما بعد الظهيرة من مساء الاثنين وحدة تابعة للمجموعة الإقليمية لحراس الشواطئ بالغزوات بيت لمسان من أجل إجلاء عدد من المصلين بعدما حصرتهم سيول أمطار عارمة داخل مسجد يقع وسط المدينة، حيث ظلوا عالقين بداخله لساعات، أين استنجد أفراد الوحدة العسكرية بمضخات مائية وعتاد تابع للجيش من أجل إفراغ المسجد من المياه وإطلاق سراح المصلين. كما تم في السياق الموازي تسريح عدد هائل من التلاميذ من مدارسهم وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء نقلهم نحو منازلهم بعد اجتياح الأمطار الطوفانية للمؤسسات التربوية بمدينة الغزوات. مع سوء الأحوال الجوية نبقى دائما، تسببت الأمطار التي تساقطت على الجزائر العاصمة وضواحيها خلال 24 ساعة الأخيرة في عدد كبير من حوادث المرور، أدت إلى إصابة العشرات حالتهم متفاوتة الخطورة. لأكثر تفاصيل معنا عبر الهاتف زبير معريش مدير الوقاية بمديرية الحماية المدنية بالجزائر العاصمة. سيدي أهلا بك، وما هي حصيلة حوادث المرور لنهار اليوم والناتجة عن تهاطل الأمطار؟ سجلنا حوالي 30 حادث مرور، اهمها الذي وقع بحي الموز المتمثل في الحافله تربط بين ولايه طرف والجزائر العاصمه، ادت الى اصابه حوالي 30 شخص جروح متفاوت الخطوره، 17 منهم تم نقلهم الى بواسطه اسعافات الحمايه المدنيه الى مستشفى زميلي، 5 الى مستشفى مصطفى، و8 الى المستشفى العسكري بعين ناجه. كما تم تسجيل حادثين للمرور على مستوى الطريق سريع الدار البيضاء اتجاه بن عكنون على مستوى محطة البنزين بالقبة، جرح شخص تم نقله إلى مستشفى زميلي. نعم سيد. وكذلك على مستوى طريق المحادي لمستشفى الأمراض العقلية بالقبة، كذلك تم تسجيل حادث مرور بين 8 سيارات أدى إلى إصابة شخصين تم نقلهم. نعم سيد زبير، ربما هذه معطيات فرديه، ما هي الحصيله الاجماليه لعدد المصابين عامه؟ العدد الاجمالي فيما يخص الجرحى كنا سجلنا قلت لك 30 على مستوى الحد مرور تاع حي الموز. نعم. زياده الى 5 جرحى اخرين بدون ان أنسى الحادث الأخير اللي وقع على مستوى الطريق السريع كذلك، وأن أدى بجرح أدى اصطدام سيارتين خفيفتين تسبب في إصابة شخصين من جنس أنثى، تم نقلهم إلى المستشفى مصطفى الجامعي. نعم ربما نكتفي بهذا القدر السيد زبير معريش. ضحايا نعم يقارب 38. نعم ربما نكتفي سيدي بهذا القدر السيد زبير معريش مدير الوقاية بمديرية الحماية المدنية بالجزائر العاصمة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نستأنف في أخبارنا، أكد الديوان الوطني للأرصاد الجوية على استمرار تساقط الأمطار مع نسبة رطوبة جد مرتفعة تصل إلى 80% إلى غاية يوم الجمعة القادم، وهذا بسبب قدوم طيارة جنوبية رطبة من أوروبا لتمس المناطق الشمالية للوطن. للمزيد من التفاصيل نتابع في ميكروفون الزميلة سارة بوتيوتا.
الاضطراب الجوي قد بدأ يخص المنطقة الشمالية للوطن، هذا يعني بداية المنطقة الغربية ثم الوسطى هذه الصبيحة، أدى إلى تساقط بعض الأمطار. وهذه الظاهرة إذا كانت أمطار أحيانا رعدية بمنطقة تلمسان ووهران، فهذه الليلة إذا الأمطار تبقى يعني تخص المنطقة الوسطى والشرقية بحول الله. إذا أمطار مرتقبة بالمنطقة الداخلية أحيانا تكون قوية نسبيا تحت الرعود، وهذا الاضطراب الجوي سوف يدوم إلى نهار غاية نهار الغد بحول الله يوم الثلاثاء أيام حتى يوم الأربعاء. سوف نرتقب تحسن في حالة الطقس، لكن الطقس سوف يكون ثقيل نوعا ما، هذا راجع إلى الرطوبة التي ستكون مرتفعة نوعا ما، إذا الضباب سوف يتشكل على معظم مدن الساحل الوطن. هذا ويرتقب بداية من يوم الأربعاء وإلى غاية يوم الجمعة القادم الأجواء ستكون على العموم مغشات في الصبيحة بضباب خفيف على السواحل. نتابع ثانية. بعد هذا الاضطراب الجوي سوف يعني تتغير الأحوال وتستقر، ولكن الطقس سوف يكون رطب خاصة بالمدن الساحلية. سوف بداية يوم الأربعاء واليوم الخميس حتى اليوم الجمعة، إذا خلال الصبيحة سحب سفلى سوف تخص معظم المدن الساحلية للوطن، وتكون الرطوبة مرتفعة تكون في حدود 95%. أما بالداخل الأجواء تكون مشمسة إلى قليلة السحب. ودائما مع مخلفات الطبيعة سجلت هزة أرضية بلغت شدتها 3.8 على سلم ريشتر الاثنين بولاية المدية، حسب ما أعلنه بيان لمركز البحث عن علم أو بحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء. وذكر أيضا المصدر ذاته أن موقع الهزة التي سجلت على الساعة 2:39 زوالا حدد على بعد 6 كيلومترات جنوب شرق بلدية العمرية بولاية المدية. في خبر آخر، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول عبد الملك سلال الذي وصل معه المشاورات التي كان بشرها يوم الخميس الماضي. واستعلم رئيس الدولة على وجه الخصوص لدى سلال عن ظروف سير الدخول الاجتماعي والمدرسي ونشاطات الحكومية الأخرى. وفي هذا السياق قدم رئيس الدولة للوزير الأول تعليمات واضحة من أجل نجاح هذه النشاطات. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح. وخلال هذا اللقاء قدم القايد صالح عرضا شاملا عن الوضع الأمني في الجزائر ونشاطات القوات المسلحة لا سيما على الحدود الجنوبية والشرقية للبلد. ومع الدخول المدرسي أيضا شهدت شوارع العاصمة بعد الدخول المدرسي منشورات معلقة بالجدران ومحطات الحافلات متعلقة بدروس الخصوصية بشكل ملفت للانتباه لتجلب أو لتجلب أنظار الأولياء والتلاميذ. التفاصيل في هذا الموضوع مع الزميلة منى المجرب. مع الدخول المدرسي امتلأت جدران الشوارع وحتى مواقف الحافلات بمنشورات متعلقة بالدروس الخصوصية، وهدفها استقطاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في أخذ دروس تدعيمية. انا سيتيتو ان بروفيسور بو كوي كي لا توت لا طونسيون بو لي 45 كيلو بو لو سي با بوسيبل باسكو لا شارج اي ترو ها دونك سي با دونك لو كور دو سوتيان سي تي بون انيشيتيف. Pourquoi on appelle soutien ? C'est pour soutenir quand même l'élève. Bel qui n'a pas pu assimiler pendant le cours, il va essayer de revoir pour essayer de. فيما لاقت هذه المنشورات استحسان البعض ورفضها الكثيرين لاعتبارها استغلال في حق طلب العلم، وبالتالي تؤثر على قدرتهم على التكيف الاجتماعي والتفاعل مع المعلم أثناء التدريس. كاين دي بارفوا دي بروف لي بروفيتيو. يجيبها غير بالبارد يعني ما يقريش ما يقول لك فوالا تيان ليكزارسيس ديريه وجيبي لي نصحه ما يفهمك ما والو فوالا وتبريجي عليك تقول لك باللي ديري نو نو باسكو اللي يحب يقرا يقرا في المسجد الداخل ومن بعد اون بليس ليك فوالا الشيوخ يقريو الداخل الوغ اللي يحب يواسي يقرا الداخل ومن بعد لي كور سي با. هي فترة تكثر فيها هذه المنشورات خصوصا مع الدخول المدرسي، فهل يعود هذا الانتشار الواسع لهذه الإعلانات إلى البحث عن الربح السريع أم لضعف مستوى التعليم في الجزائر؟ وفي خرجة جديدة منها وفي إطار القيام بعملية تخصيصية للشباب بضرورة اللجوء إلى التكوين، قامت وزارة التكوين المهني والتمهيد باختيار المساحات الخضراء والساحات العمومية إضافة إلى شواطئ البحر من أجل عملية التسجيل التي ستستمر إلى غاية 12 من الشهر الجاري. ورقة في الموضوع لزميلة آمنة شابوني.
التوجه نحو المساحات الخضراء، الأماكن العمومية والمحلات الكبرى هي تجربة جديدة وفريدة من نوعها، هدفها الأول والأخير تقريب المواطن أو الشباب بصفة خاصة من مؤسسات التكوين المهني وإعلام الراغبين في الالتحاق بمراكز التكوين بكافة ما يجب. الآن رانا في حملة، وهذه الحملة هي حملة تحسيسية خاصة بالشباب. رانا على مستوى مراكز التكوين المهني، رانا فاتحين كل المراكز التكوين المهني، نقدم لهم كل التخصصات المتواجدة بمناسبة الدخول التكويني لسنة 2013 و2014. أيضا رانا خرجنا على مستوى كل ساحات البلديات، أيضا من غض النظر عن ساحات البلديات حتى المتاجر الكبرى على مستوى الجزائر العاصمة، إلا وضعنا فيها مكاتب خاصة بالإعلام. نعلم الشباب أنه كل التخصصات موجودة، إذا مش موجودة في الطريق في التكوين عن طريق الإقامة موجودة أيضا عن طريق التمهين. الشباب بدورهم استحسنوا الفكرة كونها تخدمهم بالدرجة الأولى وتساهم بشكل كبير في إنارة طريقهم. مع الطريقة دي احنا نمرر هذه المعلومة ونمرر هذا الميساج على أساس أنه باش نقول لهم باللي مراكز التكوين المهني راهي مفتوحة، وراح نساعدكم في الاختيار نتاع المهنة، راح نرافق هذا المتربصين إلى غاية إن شاء الله يكمل التكوين نتاعه، وإن شاء الله أيضا يشارك في بناء الوطن وأيضا في بناء نفسه هو كمواطن. إذن فالمبادرة الجديدة التي تبناها قطاع التكوين المهني والتمهين من شأنها أن تنعشه وتزيد من توافد المتكونين. كشفت من جانبها وردية خالدي مديرة التوجيه لامتحانات بوزارة التكوين المهني أنه سيتم ابتداء من تاريخ 15 إلى غاية 17 من الشهر الجاري تنظيم أيام انتقاء وتوجيه قصد تقييم المكتسبات العلمية للمترشح لمتابعة التكوين المهني. المزيد في ميكروفون أمينة الشابوني. ثانية، تتواصل عملية التسجيلات عبر كل مؤسسات التكوين المهني إلى غاية 12 سبتمبر، وكذلك عن طريق الإنترنت. كما ستنظم أيام الانتقاء والتوجيه في 15، 16 و17 سبتمبر المقبل، حيث تتم خلال هذه الأيام زيارة الورشات، فحص كتابي قصد الاطلاع على المكتسبات أو تقييم المكتسبات العلمية المتوفرة لدى كل مترشح لمتابعة